الحق وأننا نشهد أن قناة يقرأ كانت إضافة إعلامية مميزة للساحة الإعلامية الإسلامية المعاصرة. ونحن بنعرف أنه قناة أقرأ هي كمان عندها تحمل رسالة لما فيها خير المجتمع. يكفي أقرأ أنها كانت أول قناة تعليمية دينية تربوية، يكفي أنها أول من طرق هذا المجال. زوجتي والأبناء شغوفين بحضور هذه القناة الفتية. طبعا قناة إقرأ دخلت بيوتنا عبر تخصصها الديني والمعرفي والثقافي، كسبت احترام الجميع خصوصا الآباء. لها نسبة مشاهدة طيبة في الجمهورية التونسية، قناة جامعة ومفاتيح مشاهديها يتطور من سنة إلى أخرى. لكن قناة إقرأ كانت في الطليعة ونتمنى لها كل توفيق، وإن شاء الله تعبروا 200 عام والـ2000 عام. وكل عام وقناة إقرأ بخير. في هذه المناسبة الجميلة جدا وهي الاحتفال بذكرى إطلاق القناة، يطيب لكل مشارك ولكل متتبع أن يشيد بالجهود الإعلامية التي تعزز القيم الإسلامية الأصيلة وتعزز النهج الإسلامي المعتدل وتواجه جميع أشكال التطرف والعنف والتعصب والطائفية. الأكيد أيضا أن المشاهد للبرامج المتنوعة في السنوات الماضية يدرك أن مواجهة الظواهر المنحرفة ليس أمرا سهلا، وإنما يحتاج إلى وعي وإلى بصيرة وإلى سعة أفق وإلى قدرة على معالجة هذه الظواهر بحكمة وبأنات. ما يعني أذكره عن إطلاق قناة إقرأ في نهاية التسعينيات من القرن الماضي هو أن حضورها في المجال الإعلامي كان حضورا جديدا، جلب اهتمام الأسر وجلب اهتمام الشباب وجلب اهتمام عدد من العلماء والمثقفين الذين وجدوا منبرا جديدا يهتم بالقيم وبالأخلاق وبالفكرة الإسلامية وبالتصور الإسلامي للحياة وللفرد والمجتمع. فهذا الأمر يجعل قناة إقرأ تتحمل مسؤولية كبيرة في الاستمرار على هذا النهج الذي يعزز الاعتدال والتوازن، ويجعلها تتحمل مسؤولية كبيرة في أن تصل إلى جمهور متنوع وجمهور له من الميولات ومن التصورات ومن الأفكار ما يجعل التحدي أمرا صعبا.